This video is freeware, so you can use it as you wish. يقول ناي حمص حي باب السباح 18/10/2011 بعد اقتحام الجيش والأمن الشبيحة للحي قاموا بتكسير وتدمير المنازل والاستيلاء عليها. حسبي الله ونعم الوكيل. شوف عينك يا نبيل يا عربي يا جامعة عربية، أعطيته مهلة شو فورا رد عليكم مشان هالمهلة 15 يوم. شوفوا بشو رد عليكم، يعني ما يسألان لا عنكم لا عن حد غيركم. بس الأسهل يعني نحن فاتوا حررونا الجولان من الجيش الإسرائيلي، حد يزعل من الشيء؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. شوفوا بعينكم ما حرام اليوم ما بيخافوا الله. شو عاملين لهم المواطنين؟ شو عم فاتوا خربوا ونشحوا وأكلوا وانبسطوا وطلعوا بعدين خربوا. حسبي الله ونعم الوكيل. 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 18/10/2011 حمص حي باب السباح. بعد يقول لك حسبي الله ونعم الوكيل. شوف الشيء فتح الباب خلا الله الله يفرجه. ليه زعلانين؟ بعدين حرروكم الجيش الإسرائيلي هون الجولون. شو زعلانين؟ بسيطة. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. الله ينتقم منكم يا عصابات الأسد. الله ينتقم منك يا بشار الأسد يا كلب. See perhaps also info evidence 24th April 2005 after the first and the second contact. See if possible these videos only 22 days passed and then